بس تعالوا نروح بقى للاخبار الايجابيه. نجوم الاهلي ومدربهم مارسيل كولر متواجدين في ترشيحات الكاف لجوائز العام 2023. الحقيقه ان ده عن جداره واستحقاق، يعني عن جداره واستحقاق بعد تحقيق 5 بطولات واكتساح القاره والتاهل لكاس العالم للانديه للمره الرابعه على التوالي. خلينا نبدا من ترشيحات الكاف بافضل نادي في افريقيا واللي اكيد بيتنافس عليها النادي الاهلي كعادته، اعتقد ان هو الوحيد اللي يستحقها بعد اكتساح البطولات في الموسم اللي فات يعني، وبيتنافس معاه كمان انديه الوداد والرجاء المغربي والترجي التونسي واتحاد العاصمه الجزائري وسان داونز الجنوب افريقي واسك الاوفواري ويانج افريكانز التنزاني. يعني بالمناسبه النادي الاهلي اكتر نادي حصل على هذه الجائزه زي ما انتم شايفين، دي الانديه المرشحه اهي. الاهلي هو الافضل فرص، اقوى فرصه، واظن ان هو يعني هيفوز بالجائزه دي، ده ما فيهوش خلاف، بالارقام بالتاريخ بالاحصائيات بكل حاجه احسن نادي هو النادي الاهلي. افضل مدرب اللي بيتنافس عليها اولا مارسيل كولر المدير الفني للنادي الاهلي بطل افريقيا، وهتكون منافسه كبيره جدا مع وليد الركراكي المدير الفني لمنتخب المغرب وكذلك اليو سيسي المدير الفني لمنتخب السنغال وكمان عبد الحق بن شيخه. الثلاث مدربين حقيقه عملوا انجازات كبيره. وليد الركراكي طبعا عنده فرصه كبيره بما قدمه في كاس العالم مع منتخب المغرب، ولكن فرص وحظوظ مارسيل كولر كبيره ايضا باللي قدمه مع النادي الاهلي في الموسم اللي فات. نروح لجائزه افضل لاعب افريقي داخل القاره، هتلاقي تواجد عظيم جدا لنجوم النادي الاهلي من اول محمد الشناوي ومحمد عبد المنعم محمود كهربا حسين الشحات بيرستا وعلي معلول. يعني تقريبا 50% من سكواد الاهلي موجود في جائزه افضل لاعب من داخل القاره. كمان جائزه افضل لاعب افريقي ودي فيها منافسه بين 30 لاعب على راسهم طبعا النجم المصري محمد صلاح واللي هو عنده اوفر حظوظ، ولكن كمان فيها عدد كبير جدا من لعيبه النادي الاهلي هم محمد الشناوي ومحمود كهربا ومحمد عبد المنعم وبيرسي تاو، برضو موجود النادي الاهلي في كل الجوائز بتاعه الكاف. كمان جائزه افضل حارس فيها منافسه شرسه بين محمد الشناوي وياسين بونو طبعا، وكمان اونانا حارس مانشستر يونايتد وميندي حارس السنغال اللي هو متواجد دلوقتي في الدوري السعودي. يعني ادي طبعا هي افضل حارس معانا هي على الشاشه، افضل حارس طبعا ياسين بونو يمكن بما قدمه برضو مع منتخب المغرب في كاس العالم، لكن منافسه محمد الشناوي ليه شرسه جدا. محمد الشناوي افضل لاعب داخل القاره السنه اللي فاتت اصلا، يعني محمد الشناوي السنه اللي فاتت حائز على جائزه افضل لاعب داخل القاره. الحفل طبعا هيكون يوم 11 ديسمبر القادم في مراكش بالمغرب. طبعا جوائز الكاف هيبقى ليه جزء كبير جدا النادي الاهلي منها،